الاحتلال هي التي تقوم باستفزاز الطلبة، لا سيما أثناء خروجهم وأثناء دخولهم من المدرسة، حيث يتعرضون الطلبة للتفتيش الجسدي الشبه اليومي. لن نستجيب لهذا القرار الجائر، لن نستجيب لهذا القرار الظالم. ونحن في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية التربية والتعليم خيارنا الوحيد الأوحد، ولن يكون هناك حل آخر، أنها ستستمر الحياة التعليمية في هذه المدرسة مهما كان الثمن. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.